في حلقة اليوم أنا فعلياً بتعذب وباحترق من الأكل اللي باكله، فأتمنى إذا في أي أحد تحت السن القانوني إنه ما يسوي أو يجرب أي شيء من الأشياء الموجودة في حلقة اليوم إلا بموافقة ومتابعة ولي أمر. أنا مو مسؤول عن أي شيء ممكن يصير. معكم أخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقة جديدة. في حلقة اليوم أنا جدا متحمس لأنه بسوي الشيء اللي جدا أحبه واللي هو الأكل الحار. دائما على الإنترنت أشوف ناس يسوون تحدي الأشياء الحارة كعقاب أو كتحدي أو غيرها لأن تكون أشياء حارة، بس أنا قلت شنو أحر أشياء موجودة في العالم. ففي حلقة اليوم رحت وطلبت وانطرت تقريبا شهر ونص لما توصلني أحر الأشياء في العالم. ما بحرك خلينا نبدأ الحلقة. بس قبل لا نبتدي عندي الماي وعندي الحليب وعندي الآيس كريم وعندي وايد أشياء مجهزة لأن أحس اليوم بحترق، بس قلت ما أبي أحترق بروحي، حالات أني بشخص يحترق وياي. فتذكرت أن أخوي عزام الصغير، إيه نعم أصغر مني، يحب الأكل سبايسي، فقلت خلاه يجيبه ونجرب ويا بعض. فناس ما قلت لكم أخوي الصغير عزام، إيه نعم أخوي الصغير، لا ما له داعي يوقف يراويكم طوله، بس إنه أخوي الصغير يحب الأشياء الحارة يبته، وعندنا سبوكي هني يبي يجرب بس خايف. حدي والله حدي خايف. زين بنبتدي أبرد شيء في حلقة اليوم واللي هو هونتيد جوست بيبرز تشيبس، هو نوعا ما نفس ما تشوفون. انا حمان ناكلك غشمره، بس سبوكي يمكن يتعلم. غشمره قال. لحظه، هاي هو تشيبس نفس ما تشوفون، ولو نروح ورا مكتوب فريكن هوت، مو سوبر هوت ولا هوت، لا احر شيء. فبنبتدي بهذا الشيء. ببتدي انا خذ سبوكي ويانا. اوكي هاي هي صايره نفس الدوريتوس نوعا ما، بس في ريحة حرارة. ايه في ريحة حرارة، مو مثلا بسيط. نبتدي. القرمشة حلوة، بس خلينا نشوف الحرارة الحين. ايش اطلع من خشمي؟ حرارة طلعت من خشمي. نو مان. حار؟ ايه. ماري اوكي يعني. اوكي. حلو ترى ينأكل يعني، مو اللي مثلا. اوكي. لا بس لحد الحين ما احس بحتاج اروح هناك. سبوكي قام يضحك يا جماعة. لا. يلا مو حار، حلو بس خلاص عادي انا وراكم. ناكل. لا عجبني والله. شي يصير تاكل بعدين تحس بالحرارة هني بلاعيمك شوي. لا انت حالته معنا شيء في التقويم وتتم الحرارة حق اكثر. زين باكل ثنتين ورا بعض الحين، ها فوق بعض كذي. ليتس جو. دائما يتحدى نفسه للصعاب. انا اقول حمان فباكل ثلاث كبار بعد. او ماي جاد، تو واحد تحدي تحدوني يا جماعه. صار النبي باكل ذلين كاملين يا جماعه. شوف نعم ما في كبايه حمان فا الاسطوره. اعطوني اخر واحد يا حمان. عجيب ترى صار واحدة. عاكل وايد لأن طعم الشيبس هو اللي يودي الحرارة أحس. فلو كليت واحدة بس كان أنا بتعذب غالبا، نفس سبوكي حاليا. نايس. كاملة؟ لا 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 لا. خل حق طاوي. حق عقب ها؟ لحد الآن طاوي. أوكي لحد الحين مواصلين. نروح حق الشيء اللي بعده. اللي هو تحدي نوعا ما. حلنا في ثلاث وحدات. ناس ما تشوفون يا جماعة، طلبت فول سوداني، أحر فول سوداني، والحرارة تبتدي من أبرد شيء إلى أحر شيء. بس طبعاً مسوين لنا مثل قوانين هني، يقول لك أمضغها لمدة 15 ثانية، حلو؟ بعد هال 15 ثانية، انطر 60 دقيقة بدون ما تاكل أو تشرب شيء، وانتقل حق اللي بعدها. لما توصل حق آخر واحدة، لازم بعد تمضغها 15 ثانية وتاكلها، وعقب 5 دقايق إذا ما قدرت، إذا قدرت يعني بدون ما تشرب أو تاكل شيء تفوز. زين شوف في 5 ليفلات، بوكي تقول بتوصل ليفل 3. أنا أبلي هني، أبي أحر شيء. نبتدي بأول واحدة، المفروض هذه تكون هلا لسعتها بسيطة. كم ثانية؟ خذ واحدة و15 ثانية بحلجك، ها؟ يلا أنا مالتي عودة الصراحة، بس يلا. 3 2 1. ضابط. ما يملي 15 ثانية، بس حاليا فيها طعم فول سوداني بزيادة. سبوكي وينك؟ حارة؟ تبي تشرب شيء تاكل شيء؟ والله العظيم حارة، ما
مستحيل اصوره. العذاب اللي انا فيه الحين مستحيل ادبل عليه. اوكي رحنا حق الليفل الثاني يا جماعه، البهارات اللي فيهم اكثر نوعا ما، في حليب وهالاشياء هني تشوفوه كذا احتاج ما له داعي تضر روحه. اوكي نبتدي الليفل الثاني. اوه هاي فيها حراره. اوكي هاي فيها حراره، هاي ما فيها الطعم الحالي نفس اللي شفناه في اول واحده. اول واحده كان طعم فول سوداني مع شويه حليب. لا تقرعناه. ايه قاعد يشرب شاي عادي. زين عادي تشرب حليب وشاي، ما له داعي تضر روحك. تنسحب تونا في الليفل الثاني، ايش دعوه وباقي كل هالانواع. لا انا بشرب حليب. خسر مشكله. اي ثينك لينكس عشان ما مشي الفلفل في عيوني. لساني صار ثقيل يا جماعه. الليفل الثالث راسي قاعد يدور شوي. هاي الليفل الاول، هاي الليفل الثالث. اوكي شوف الفرق في اللون. 3 2 1. بحط طعمها فلفل بس. شلونكم بعد؟ شلون الحلقة وياكم؟ إذا عجبكم لقاعد أتعذب وقاعد أجرب أشياء هذي، زر اللايك والاشتراك، كونوا أسطوريين. قاعد أقول هالأشياء حيل لأن بعدين يمكن ما أقدر أذكركم. أنا بروح أشتغل. خلاص؟ على الأقل الحرارة تعطيني نشاط. نروح حق الليفلين الأخيرين خلاص. أوووو لا هاي لونه يخرع يا جماعة. شكلي بس اسلم انا. اي طبقات فلفل. اخ والله يا جماعه احس هلا الدخان قاعد يطلع من راسي. 3 2 1. 15 ثانيه احس انتفاخ لساني وما احس بالحراره نوعا ما. احس الثالثه كانت احر مره. ليش مو قادر اتكلم بس هاي وضعي حاليا. هذه فيها الكارولاينا ريبر الفلفل، فبعد من احر انواع الفلفل في العالم. ايش فيك ايش فيك؟ ما شريت حليب انا. اوكي صار دقيقه المفروض نروح حق اللي بعدها. اخاف احس بينفجر ولا ما بطل ذي يا جماعه. وصلنا حق الاخيره. اختار بنفسك، لا تقول لي انا اخترت لك شيء. احر شيء. الفلفل اكثر من الفول. هاي اللي بدينا فيه، هاي اللي وصلنا له. شوفوا الفرق يا جماعة، شوفوا الفرق. Post your video and show the world how tough your taste buds are. خلنا نراويكم على شو قوي. يلا الأخيرة. 3 2 1. لا 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 أحس كأني قربت فلفل، مو فلفل بعد، طحين فلفل بس. ها طلعتها. روح حق الزبالة بسرعة. راح تسوي بعضني. اتوقع سبوكي لو جرب بيموت هني حرفيا. بس فلفل مكتوب عليها فول سوداني الموت يا جماعة. اتوقع خلصت التحدي. يلا باخذ لي ايس كريم. يلا انا ببتدي بالايس كريم مباشرة يا جماعة. والله يبرد. خلصت الايس كريم وشوي راحت الحراره يا جماعه. فسخ الثوب وقاعد يقعد تحت الايسي بس عشان الايسي يطق عليه. جبت نوعين حليب زياده ليه ابو اخوي عزام يبرد على روحه. بروح حق الشيء اللي بعده واللي هو يمكن شوي ابرد. اوكي شوي لان درجة حرارته فوق المليونين درجة سكوفيل. اوكي يعني ابدا مو بارد بس شوي ابرد من احر واحدة، لان احر واحدة استمتعت الصراحة كانت فلفل ما كانت فول سوداني، فلفل. كارولاينا ريبر تشيز بافس او تشيز بوتس، هو هاي الكرات ذي اللي عادة تاكلها على جبن بس هالمرة بنكهة الكارولاينا ريبر بعد. اي نعم بعد. ونفس ما تشوفون هني مكتوب انه محقق الرقم القياسي حق احر تشيز بوتس في العالم من موسوعة جينيس يا جماعة. فابدا ما اتوقع بيكون شيء هين، خصوصا التغليف شلون حار هاللون تحسه اسود
وكأنه خلاص تحذير تحذير نهائي، كأنه شيء ماخذه من مختبر تحذير نهائي. ومكتوب بالإرشادات إن نستعمل قفازات لما نمسك الكرات ذلين لأن صد صد حارين. أنا طبعا خشمي انتهى حاليا فما بقدر أشم أي شيء ثاني. شم شكله شم الحرارة بس أنا خلاص خشمي انتهى خلاص نصه خله على صوب لأنه بنحتاجه بعد شوي. طبعا الناس ما تشوفون هم صغار نوعا ما بس لونهم ترى يخرع، لونهم برتقالي بزيادة، كأنه في شيء غلط في الموضوع. 3 2 1. لحد الحين ما في طعم حرارة، ناس طعم الفول السوداني. تعال تعال يبي الايس كريم هني مو بس لك. اوه يا جماعة مو طبيعية ذي. باخذ واحدة ثانية. عجبني طعم الجبن في البداية، احس لو قمت اكلهم ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما بحس بالحرارة اللي قاعد احس فيها الحين. غلطان ينضرب هو لا بس بعد احس ابرد من اخر واحدة جربناها بالفول السوداني. ليش كانت قبلة؟ يعني احس عادي اروح حق الشيء اللي بعده بدون ما اشرب حليب. احس هذه رقم 3 من الفول السوداني، لان الاخيرة كانت طبقات من فلفل والفول السوداني حصغر الفلفل اكثر. حكيت عيني. روح غسلها بروح اغسل عيني. خلصت نص الايس كريم. اكل الفلفل اللي يحب اصابعي حتى لو اغسل بالصابون تبقى الحراره. من جدي قالوا استعمل قفازات بس انا اهبل. زين هذين من الاشياء اللي كليناها لحد الحين بعتبره الثاني احر شيء بعد الفول السوداني. الفول السوداني لحد الحين هو احر شيء، والشيبس الاولي اتوقع هو الاخير حاليا سهل موجود عادي اكل من الحين. هذه احلى واحد فيهم لحد الان كطعام. زين الشيء اللي بعده شيء غريب اللي هو الشوكلت، بس هاي احر شوكلت في العالم لدرجه لما تفتح العلبه ما في الا حبه واحده بس، حتى مكتوب This is your last chance to go back. هاي فرصتك الاخيره عشان تغير رايك. نفس ما تشوفون حبه شوكلت واحده. لا 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 لحظه انا توقعت شوكلت عادي. لا الشوكلت فيه حبات فلفل، يبين شوكلت عادي بس في حبات فلفل من ورا يا جماعه. هاي شيء خرع. زين اللي بسويه حاليا بقسم الشوكليت بالصين، اختار نص. شوفوا حبوب الفلفل الموجوده داخله. ريحه لا ريحه فلفل. لا ريحه خايسه. انا متحمس لان شوكليت احسه بيكون شيء سويت، بس هاي احر شوكليت في العالم. واقول لكم احتمال يكون احر شيء بنجربه من كل الاشياء اللي جربناها حاليا. لحظه ببطل الحليب من الحين احتياطا. انت مو ملزوم تجرب اذا ما تبي. لا اوكي عشان لا تقولوا قاعد اخسب اخوي صغير او شيء. يلا 3 2 1. لازم كاميرا. واو اكل لازم كاميرا. حرفيا قطعت فلفل وحاجي مو شوكليت. أبي لا زبالة واحدة. وتمي علش أكثر، أنا ما وصلت المرحلة ذيك. أقرف شوكليت جربته في حياتي، أحر شيء جربته في حلقة اليوم لحد الحين. قطع فلفل، والله قطع فلفل بس. One hour later. زين يا جماعة شيل الايس كريم على صوب بعد ما شوي بردت. نروح حق اصدمكم كل واحد فينا عندنا حين زبالة عزكم الله، لان بنروح حق احر شيء في حلقة اليوم. عندنا احر قطعة شيبس في العالم يا جماعة. تخيلوا هاي البوكس بكبره لما تفتحه ما في الا حبة واحدة وارشادات بس. تخيلوا يا جماعة البوكس لما تفتحه يسوي شكله نفس كفن هاللون مرة واحدة وما في الا حبة واحدة بس وارشادات. اتوقع هاي بتكون احر شيء في العالم، يعني شفت وايد ناس تسوي فيديوهات لها. 3 2 1 في نفس الوقت يا جماعة حاطين مثل ارشادات هني. اول شيء مكتوب الاشياء اللي لازم توقعها. اول شيء
يطلع نار من حلجك. ثاني شيء لفترة بسيطة ما تقدر تتكلم، تكون عندك قابلية الكلام صفر، دموع بالعين طبعا، محطوط انه بتشب عدل 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 بعد من كثر الحرارة، وفي النهاية توقع الموت. فلهالدرجة الشيء هذي خطير. خلنا نشوف فيه ارشادات هني. تخيلوا يا جماعة نفس الشركة اللي مسوية هاي الشيبس كانت مسوية ابرد شيبس في حلقة اليوم، بس شوفوا هاي هما تبتدي من هني ابردهم ليه احر واحد واللي جربناه في حلقة اليوم، بس هاي ليفل ثاني، هاي احر شيء على الاطلاق. زين خلنا نبطل. اوف 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 اوف، لون اسود مباشرة صار على اصابعي يا جماعة. وات؟ لا براويكم. شوفوا يا جماعة هاي عبارة عن قطعة فلفل بس، ولو اكسرها متأكد ما بيطلع لي تشيبس. شوفوا ها ما في تشيبس، اسود 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 اسود، فلفل في فلفل في فلفل مع فلفل بفلفل محطوط عليه فلفل. شوفوا يا دي سيت تصير سود مباشرة بكمية الفلفل اللي عليه. زين يا جماعة خلاص هاي نهاية حلقتنا. بما ان عندي القدرة على الكلام الحين، اتمنى اذا عجبتكم الحلقة وتبون اجرب اشياء ثانية مختلفة، مو شرط احر لش، ممكن اشياء ثانية مختلفة، زر اللايك والاشتراك عشان تشوفون اكثر من هالحلقات. جاهز؟ ما يبي يقول ايه. جاهز؟ يلا يلا. واحد اثنين ثلاث اكل. لا ما نقص علينا نفس الشوكلت. لا 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 عرفت الدرس من الشوكولات. واحد انطر انطر خلنا سبوكي قال يبي يشوفنا. اي صح سبوكي سبوكي. اعتذر القطعة لونها. شوف القطعة. او ماي جاد. شوف الحبوب. حرفيا الحبوب فلفل. ما بناكل كلها، بناكل ربعها. تاكل تاكل. الثانية هديناها في البوكس ما بناكلها. ها؟ الثانية شو عطنا عطنا وين هي القطعة الباقي؟ سرها نص. لا لا. اي هذه قط هذه. اوكي يا جماعة سبوكي بتجرب ويانا. يلا 3 2 زر اللايك والاشتراك الحين قبل لا ناكلها سريع. 1 فيك عنها كويس. اوكي اوه جاد الحين الحرارة بدأت تينا. والله قدرت تاكلها بلعته صار. طبعا هني بيكون بلر لان في اشياء مقرفه ما لنا عاد تشوفونها، بس نوعا ما ما ادري مره لساني في تاخير في شيء. بلعته ها ما في شيء في لساني ها. حاره بس مو بذوق الزول يعني. بلاعيمي لا بلاعيمي اخ اه يعور. ليش 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 الف الف البلاعيم. ترى بس تزيد الحرارة. اوكي ليه ما الشباب يقعدون ياكلون الايس كريم ويبردون على روحهم؟ انا بقول لكم ترتيبهم من الاحر او من الابرد الى الاحر. نبتدي بابردهم واللي هو من نفس شركة الشيبس هذه. هذه يعني مو بارد هو، لا لا حار فعليا حار، خصوصا حق الناس اللي ما يشدون السبايسي. حار حار حار. بعدها نروح حق هذه التشيز بولز، عقب نروح حق الفول السوداني. الفول السوداني كان شيء لا يوصف حرفيا، حراره حراره حراره. وبعدها واللي فاجئني هو هاي التشيبس الثاني. هو اي نعم مو احر واحد، التشيبس هو الثاني. بعد الشباب اتوقع يبينون العكس. زين احر شيء واللي هو فاجئني الصراحه الشوكلت. الشوكلت كان فعلا فعلا حار، من كثر ما حار مقرف مقرف الفلفل اللي فيه وقطع الفلفل. المهم يا جماعه انا استمتعت صراحه بالتجربه هذه، مع انه يمكن تشوفوني محترق وقاعد اصيح وغيره، بس استمتعت. اتمنى انتم استمتعتوا بعد. اذا عجبتكم الحلقه وتبون اكثر من الحلقات زر اللايك والاشتراك، وفي نفس الوقت اذا تبون تشوفون المقاطع اللي فاتت بدون جيمنج تقدرون تضغطون هنا، واذا تبون تشوفون الحلقه اللي فاتت تقدرون تضغطون هنا ونشوفكم في حلقه ثانيه.